صفحة 38 مسألة وزارية هامة صفحة 38 احنا عارفين مثلك كثير بس طلب اول في نقشة هلا بدنا عم تسأل المسائل الالكترونية مرة عم تحطوا الام 9 مرة عم تحطوا الام 9.1 وكل كتاب شكل فهنا بالامتحان بيعطوك اياها اذا بدنا اعطيك اياها بتلتزم يتألف نوار الثقلي المركب تحت صفحة 38 مسألة وزارية يتألف نواص ثقلي مركب من صف متجانسة كتلتها ام 0.5 طولها 2×3 تنص في مستوى 3×2 عفوا تنص في مستوى شعبولة حول محور افقي مار من الطرف العلوي يعني الرسم هيك المحور من الاعلى أول سطر محل كاتب لك ساق متجانسة كتلتها رمز لي إلى أم صغيرة رمز لي كتلة ساق أم صغيرة مشان ما نخلط بالرموز نثبت على الساق كتلة نقطية سميها أم فتحة 0.5 يعني كتلة الساق أم أما الكتلة النقطية أم فتحة على بعد R انتبه ما حط لك الأم فتحة والمسافة من هون لهون هي نزيح الساق عن وضع التوازن بزاوية 0.1 راديان هي نسميها التتا وتطلق هنا السرعة معناها هي نفس التتا ماس تتا تساوي تتا ماس في لحظة تي تساوي صفر فتهتز 10 هزات كل 20 ثانية هذا بتفهمونا بالدور قانون للدور هو زمن الهزات على عدد الهزات فهو كم هزة عاطيك؟ عاطيك زمن 20 وعدد 10 ونطلع 2 ثانية إذا بشوف يدونا زمن الهزات وعدد الهزات بيجيبوا لنا الدور هو T على T أول طلب هو طلب النقشة أحسب قيمة R نكتب الفكرة للطلب الأول هو عند الحل عند كلمة الطلب الأول الحل نحسب الدور نحسب الدور ثم نحسب I delta بدلالة R I delta بدلالة R و D بدلالة R و D بدلالة R ثم نعوض في قانون الدور ثم نعوض في قانون الدور الدور يطلع 2 ثانية سهل تعال نذكركم بـ I دلتا هون ده الجملة هون المحور لا يمر من المنتصف معناه هون في هايجنز إذا تتذكروا فبنقول له I دلتا هايجنز زائد اي دلتا للدلتا اي دلتا للهايجنز كان هذا قانون ثابت اذا بتتذكر هو 1/12 ام المربع يعني كان اي دلتا سي للساق اذا بتتذكروا زائد ام لمربع البعد بين سي والصاق يعني قلعة 2 بالتالي هايجنز كان دايما هيك كل ما بيكون المحور من فوق هايجنز ثابت هذا دايما قولة هديك هذا كله لنا هايجنز اي دلتا للكتلة قديش البعد؟ بعد معناها هي مسافة من هون لهون هذا معناها ام فتحة يا الله هذا هو اي دلتا للجملة هلا شو فينا نعمل فيه ان شاء الله هل الكتلتان متساويتان في عمق الرواد ايه متساويتان لانه صاب كتلتا 0.5
والديمقراطية كتبت 0.5 معناها متساويتها. معناها فينا نطلع الآن عمل مشترك. جمعوا الأهداف مع بعض، وحدة المقامات، مربع النص، مربع النص ربع، ربع 14، شو كان عم يطلع؟ تلت ام ال مربع زائد ام فتحة بآر مربع. بما ردنا المتساويتان، كيف تشيل رمز الام فتحة؟ تترك بدل الام. طلع الام عامل مشترك. طلعت معنا ام تساوي عايدتها تساوي ام بثلث ال مربع زائد ار مربع. لوين هي؟ هي بعد شوي بدنا نعوضها. وين بدنا نعوضها؟ بقانون الضرب. معنا شيء ال، عطينا ال، قديش بعد ال؟ عوضها 3 على 2 14 شو بتصير؟ 9 على 4 بتصير عوضوها هيك عوضينا تحت 3 ب 9 على 4 زائد 4. اخر جواب يطلع هو ام ب 3 ارباع زائد 4 مربع. اكثر من هيك ما فينا نعمل شيء. هيدي نعتذر، هيدي انا عوضها بقانون الضرب. هيدي لونها جهز لي اياها. خلصنا من الاي دلتا. نيجي على الدي. تذكر معي الدي كيف بدنا نحسبها. الدي بالمقام مجموع الكتل، يعني ام وام فتحه بس هن متساويين، فينا نكتبها مين؟ اثنين لانه متساويين. بالوسط تتذكر كل كتله ببعضها. بالبسط كل كتلة ببعضها. الأم فتحة بوضع R وأم سالة موجبة لأن هي تحت المحور. الساق إلى كتلة هي M والبعد من هون لهون العدد كمان موجب. بنحط M للكتلة والبعد من هون لهون العدد مين؟ ونحط الام فتحه والبعد هي ار. هيك بدنا نحسب الدي بالدروس الاولى. اسحاب الام عامل مشترك للبسط. طبعا الام فتحه كمان تساوي الام. فبتطلع عامل مشترك وتروح مع الام بالمقام. بتصير ام للبسط مع الام بالمقام شو بتضل؟ بتضل ار زائد ار على 2 على 2. لو قلنا هاي اللي ضلت معك ار زائد ال على 2 على 2 جهز لي اياها. كل هدول بدنا نحطهم بقانون الضرب. شو كان قانون الضرب؟ اي 2 بي تحت جذر اي دلتا على ام بي جي بي دي. بعض الاختصارات بعض التعويض تطلع عندك معادله درجه ثانيه. ربع الطرفين تطلع معادلة درجة ثانية عم يطلع جوابين من R. مين الناس؟ صفر وواحد. صفر والواحد. صفر والواحد. صفر مرفوض لأن يعني R لا تساوي صفر. مين مرفوض؟ صفر. البعد ما بصير يكون صفر ولا بيكون لازق فوق هذا. وهنا بيلمحوا لك بالمسألة كاتبين لك R لا تساوي صفر. هذه كانت النكشة بالمسألة الوزارية هي الطلب الأول. الطلب الثاني مكرر حلينا مثله كثير، والثالث حلينا مثله كثير، والرابع حلينا مثله كثير. طلبات الثلاثة البقية مكرر.